مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكل كل متابعي شاشه الشروق الفضائيه، ونحن الان من ام درمان كما عودناكم دائما كل ليله سبت من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بام درمان، امسيه من الطرب الجميل الشعبي والحديث، وبحد عدد من الحضور القامات الفنيه والغنائيه نشهدها الان من ام درمان. اهلا وسهلا بكم، واهلا كل الناس اللي بتتابعنا وحريصين انهم يكونوا معنا عشان ما يحضروا ليله مختلفة، ليلة غنائية جميلة جدا بأغنيات شبابية وبشباب أيضا حيجملوا لنا هذه الأمسية. وبما أنه نحن في مدرمان حيث الفن والقناة والعراقة والتاريخ والأصالة، ابقوا معنا وتابعونا عبر شاشة الشروق والفضائية. واليوم حيكون مختلف بعدد من الفنانين اللي حيكونوا موجودين فيه، ومعانا فرقة أولاد الخال حيكونوا هم حضور مميز أيضا، كمان معانا الشباب حيغنوا لنا أغاني جميلة، أغاني مختلفة. هم عرفوا بمسيرتهم الفنية الطويلة. خلونا نتابع أول فنان حيكون معانا، هو فنان شبابي عمل نقلة في الأغنية السودانية الشبابية، حبب كثير من الشباب فيها. نتابع الفنان الأول سامع عز الدين. أهلا وسهلا بك سامع عز الدين، وأهلا بكل متابعي شاشة الشروق الفضائية. فلنبدأ مع الفرقة الموسيقية، فأهلا ومرحبا بكم. عروس الروضة يا زاد الغنا يا حمامة، سافري مصحوبة عند الصباح بالسلامة، واحملي شوقا Yeah.
قمر العشاء الضوا يسلم ابوي ليل خصيب كواي 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 وقبوي المدموع
الصلاح اسلم ابوي للخصيم قوام وقت دخل في السلاح بشوف براك سيف ولاح اسلم ابوي للخصيم قوام قمر عيشة الضوايا اسلم ابوي للخصيم قوام قمر عيشة الضوايا اسلم ابوي شكرا جزيلا. السنوركم شوفوا للجميل صباح الصباح الله لا فايدة في المصباح السنوركم شوفوا للجميل صباح الصباح الله لا فايدة في المصباح السنوركم شوفوا للجميل
اهلا بكم مشاهدينا الكرام، بنتواصل معاكم في امسيتنا الجميله، الامسيه الفنيه المشبعه بالغناء الشعبي، ونحن من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بام درمان، وابتدلينا الحفله الفنان الشاب الجميل سامي عز الدين، واطربنا حقيقه في الساعه الاولى. اهلا وسهلا بك سامي، واهلا بالمشاركه الجميله. يا مرحبا بك انسام، وسعيد جدا ان اكون عبر قناه الشروق في اطلاله، يعني طولت ما طليت على ابرنا. يا سلام، يبقى لنا نحن سعيدين باطلالتك معنا في الشروق، وسعيدين باطلالتك من داخل المشاركه داخل اتحاد فن الغناء الشعبي. والله يا اخي انا سعيد جدا بالمشاركه دي، مع انها جات فجاه كده، لكن شنو حاجه جديده وتغيير ذاته من المود اللي انا يعني بغنيه وكده. جميل سامي، الشباب اللي بيسمعوا سامي عز الدين عارفين انه سامي يتميز بالغناء بتاعه، سامي عنده كثير من الاعمال الفنيه حقته وكل الناس حافظينها به، كيف لما تحصل النقله من سامي انه يقدر يغني الغناء الشعبي او الحديث زي ما شفناك برضه في عدد من الاعمال، هل النقله دي فيها صعوبه ولا مواصله لمسيره ومتجدده يعني؟ لا لا، الموضوع ده عادي، بالمناسبه اي فنان المفروض يكون بيأدي اي لون، لكن هو اللي بيحصل شنو، انه الفنان بيختار لنفسه لون معين بيكون مركز فيه، بيكون خدت فيه كل الطاقه بتاعته، يعني مركز فيه تماما، لكن ده ما بيمنع انه لو مشى اي لون ثاني انه ما يقدر يؤدي او ما يقدر يعمل فيه حاجه، يعني يعمل كل شيء. يبقى معناه المفروض يكون الفنان شامل، والفنان اصلا المفروض يكون شامل، يعني اي فنان كلمه فنان دي معناتها شامل خلاص، يعني ما ادري الاثنين. ما كل الناس بيقدروا يغنوا حقيبه وبيقدروا يغنوا شعبي واعمال خاصه يعني. والله شوفي، يعني لو الزول اتمرن اتعود كده بيجيب الحاجة.
طيب سامي، الليله جاب لنا الغناء الشعبي زي ما احنا شايفين بالكورس الجميل والفرقه الموسيقيه، لكن خلينا نشوف اعمال سامي الجديده اللي ممكن تنزل للناس وتكون حصريا للشروق. يعني والله الفتره الجايه في حاجات مختلفه كده، لانه دائما بحب انوع، يعني في شعبي نازل، في حاجات بالعود خفيف يعني اجتماعيه كده، في حاجات كده فيها ميكس بتاع راب بتاع افريكان ستايل، يعني حاجات مختلفه تمام ما عندها علاقه ببعض. عودت الناس وعودت كل معجبيك على الجديد وعلى الحاجات المختلفة المميزة، لكن خلينا نشوف رأي سامي عز الدين في إنه الشباب ذاتهم الفنانين يقدروا تكون عندهم لونيات مختلفة وكل زول عنده أعماله الخاصة اللي بيقوم بها. ده المفروض أو ده المطلوب أصلاً، إنه أي فنان يكون عنده القاعدة بتاعته اللي هو حاجاته اللي بيعملها، يعني حياته الخاصة به لونيته، المفروض كده. رسالة أخيرة ممكن يقولها سامي عز الدين لكل محبي ومعجبي هذا الفنان؟ والله يا أخي يعني بتمنى الصحة والسلامة لكل الجمهور سامي والشعب السوداني كله، يعني وربنا يديم السعادة على أي زول، وإن شاء الله نشوف البلد من أحسن لأحسن يعني إن شاء الله. نحن شاكرين ومقدرين لك للفرصة اللي هي بسيطة جدا، نحن أطربتنا وأطربت كل المشاهد الموجود معانا والبتابعنا الآن من خلال شاشة الشروق الفضائية، يتواصل هذا الحفل الساحر والساهر الجميل بدار اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان وعدد من الأغنيات وأيضا الفنانين اللي مشاركين اللي حيكونوا معانا في هذه الأمسية، وحتكون أمسية حتما مختلفة بالأغنيات الجميلة. إذا تابعونا وابقوا معنا، والناس اللي انضموا لمتابعتنا الآن أيضا كمان معنا نجوم كبار فنانين هم موجودين الآن يشكلوا حضور من خلال هذه الساحة، حنلتقيهم نتعرف عليهم وممكن نمشي ليهم، لكن القامات هي موجودة الآن معنا. أهلا وسهلا بك أستاذ القلع، كيف حالك؟ إن شاء الله كويس. نحن سعيدين إنه نكون مع غامة من قامات الغناء الشعبي وهو أمين عام اتحاد دار الغناء الشعبي بأم درمان، ونحن حريصين إنه نلتقيه اليوم نقول له عودا حميدا من قاهرة المعز ومنور السودان. شكرا جزيلا وشكرا لقناة الشروق المميزة التي طالما أتحفتنا بالروائع، وأنا سعيد جدا اليوم أن يكون أول ظهور إعلامي لي معكم. يعني يا سلام أستاذ القلع عبد الحفيظ، نحن سعيدين أكيد نكون معك، لكن لما نقول القلع عبد الحفيظ أستاذ القلع بنقول الأغنية، بنقول الكلمة، بنقول فن الغناء الشعبي. أهلا بك وإنت أمين عام لهذا الدار العريق الكبير، شنو التطورات الممكن تحصل؟ أول حاجة أنا سعيد جدا فأنه أنا أكون في هذا المقام بتاع الأمانة العامة لاتحاد فن الغناء الشعبي، ونحن مجموعة ما شاء الله مميزة جميعنا نعمل لرفعة هذا الاتحاد، ولدينا خطط كثيرة وبرامج بإذن الله سوف نقوم بتنفيذها إن شاء الله خلال أيام القادمات بإذن الله، وكلنا يد واحدة لرفعة هذا الاتحاد، ونتمنى كل من يملك الفن الجميل الرفيع أن يتقدم إلينا في اتحاد الغناء الشعبي، هنالك لجان فنية تستمع إليهم وممكن يتم القبول من خلال أدائه، ونحن كلنا اسره واحده والاتحاد جارف في عروقنا حقيقه يعني. ومن هذا المناسبه انا احيي رؤسائنا السابقين الذين سبقونا في هذا المجال. اليوم التحيه والتقدير استاذ القلع، نحن تابعنا من خلال زياراتنا المتكرره من خلال النقل المباشر الحي لقناه الشروق من داخل الدار المشاركات الكبيره للشباب، دعمكم للشباب في انهم يكونوا حريصين على الاغنيه الشعبيه. نعم، اول حاجه انا هذه القناه وهذا اليوم البث المباشر متابعة من قاهرة المعز، أي حلقة تقدمت أنا متابعها من وإلى. الشباب بالنسبة لنا نحن من يملك الكلمة الرصينة واللحن الموثق والأداء السليم ولديه الرغبة في أن يتطور، عليه أن يحضر إلى اتحاد الغناء الشعبي وهو يحمل في حقيبته ما يجعله أن يكون فنانا مقبولا بإذن الله. ونحن نؤمن بالتواصل الأجيال، يعني 100% تواصل الأجيال نحترمه ونقدره. وحقيقة الناس بتحب الغنى بتلقى الغنى. وهذا المكان في اتحاد الغناء الشعبي سعداء نحن دائما بذلك الحضور المميز الذي يتم من خلال هذا الاتحاد، والشكر كل الشكر لكم لقناة الشروق وللسيد المخرج ولشخصك العظيم ولكل الإخوة في الكاستم الخلف الكاميرات، أتمنى لهم لحظات جميلة معنا. نحن سعيدين انه نكون معك استاذ القلع عبد الحفيظ، وبما انه الدار هو يحمل غامات مثل استاذ القلع فعايزين رؤيه جديده تكون مختلفه تحبب الناس في الدار، وكل الناس يجوا لما تكون في حفله في الدار زي ما احنا شايفين الحضور المميز، شنو اللي بينقص الدار عشان ما انتم تكملوه، وشنو الدعم اللي حابين يمكن يحصل لكم للدار عشان ما تكتمل الصوره؟ من ناحيه فنيه
الناحية الفنية حتى الناس الرواد امثال الاستاذ عبد الكريم عبد الله ليه والتحية الله يخليك كلهم موجودين دائما دفعا لهذه لهؤلاء الشباب. يا سلام نحن نؤمن بهم ونؤمن بقدراتهم كويس، واي زول يطلع على الخشبه لابد ان يكون هو فنان، وعمله الشهره ما عملت لها فنان ولا الواسطه عملت لها فنان. صحيح. حقيقه يعني الفنان الحقيقي هو الذي يبرز من خلال كسره في الغني، ممكن يبرز ويشتهر، ونحن معاه نشد من ازرهم باذن الله. محتاجين شنو من الدعومات عشان الاتحاد يقف على والله الاتحاد؟ الاتحاد داير شغل كثير حقيقه، داير شغل كثير. منو الرساله ممكن توجهها لمنو يعني عشان يقفوا معاكم ويكونوا كشراكات مثلا مع الاتحاد؟ والله طبعا المفروض الشركات الكبيره تدخل معانا، نحن هنا في توأمه لان احنا ممكن نعرض اعمالهم كلها وممكن نقيف معاهم نحن ونرتدي شعاراتهم كفنانين. يا سلام. كويس، ونقدم لهم كل ما هو جميل ورائع، شرطا يقيفوا معانا لانه احنا ما بنحب التسول ولا ممكن نمشي نتسول، عشان كده بجد بنفتكر انه ممكن القروش تجي بادبيات، الادبيات دي اللي هي من خلال المشاركات، فضمي صوتك الى صوتي بان يتقدموا لنا تلك الشركات الكثيره المتعدده. ما داير احدد انا اسمها يعني. نحن حريصين ورجال كل الحرص. الاعمال كلهم يعني اصدقائي انا، لكن بتبقى لهنا شينا في الحاجه دي. فالفكره انه ان شاء الله نعزمهم كلهم عندي هنا في المغار ده. جميل. باذن الله ونكرمهم ونقدم لهم كل ما هو جميل رائع وحتى الغنى غني. ما عندك نشوف القروش تمرك كيف؟ لا، بما انه انت موجود في هذه الدار اكيد الشركات كلها بتتمنى انها تكون هي حريصه على النقل المباشر، وبما انه نحن في شاشه الشروق الفضائيه بننقل مباشر عشان المشاهد يتابع معنا وعشان الشركات وعشان كل الناس اللي بيحبوا الغناء الشعبي والحديث يكونوا حضور معنا ويكونوا الدعم لكل الناس. رساله اخيره ممكن توجهها لكل الحضور اللي بيحرص انه يحضروا لكل الاقامات. نعم. من الفن. نعم نعم، اول حاجه اتمنى من الحضور ان تزايد كل اسبوع من اسبوع لاسبوع كويس، و لما يجوا يدوا بآرائهم كويس، نتيح لهم المجال في المكتب، وده مكتبي قاعد، اي زول عنده ملحوظه، اي زول عنده شكوى، اي زول عنده حاجه لتطوير الاتحاد والعمل الفني احنا جاهزين. برجو من الجميع ان يلتفوا حول الشباب ويلتفوا حول الادارات السابقه التي لها قيم ووضعت قيم حقيقه. الله يبارك فيك. شكرا كتر خيرك استاذ القلعه. تسلمي، شكرا جزيلا، كتر خيرك، الله يبارك فيك. شكرا استاذ القلعه عبد الحفيظ الامين العام لاتحاد دار الغناء الشعبي بام درمان، وشكرا لكل الفرح الجميل اللي بتقدمه لنا الاتحاد من الغناء ومن الشباب ومن الاغنيات الجميله ومن الفن الجميل. تتواصل سهرتنا وامسيتنا وليلتنا من داخل الاتحاد، وكل الناس اللي بتتابعنا وبتتابع شاشه الشروق خليكم متواصلين، عدد من الاغنيات الجميله وايضا الفنانين اللي حيشكلوا حضور معنا في هذه الامسيه. متابعه طيبه نتمناها لكم، ولسه عندنا الكثير. We'll be right back.
شغل القلب بالشوق على الظالم بيحن طباع الفراق القوة إحساس الدفي صورة شجن زاد الألم صوب الفراق بيتك قدر الزمن شغل القلب بالشوق على الظالم بيحن طباع الفراق القوة إحساس الدفي صورة شجن زاد
اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في كل مكان عبر شاشه الشروق الفضائيه اللي بتابعونا من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بام درمان. تواصل الليله الساهره الجميله باغنيات الطرب وايضا الحماسه. تابعنا الفنان سامع عز الدين وايضا تابعنا فرقه ود الخال اطربونا واتحفونا حقيقه بغنائهم الشعبي وبكل الفرقه الموسيقيه. لما سمعت ود الخال كنت مفتكره حيجيني زول كبير بجلابيه وغنى حماس وفعلا كان الحماس، لكن اهلا بيك محمد المجتبى اللي بيسمع بود الخال بيقول زول كبير، لكن جانا محمد المجتبى شاب صغير طروب صوته جميل اتحف كل الحضور الموجود بداخل الاتحاد. اهلا بيك يا محمد. تسلم، يديك العافيه، ولي الشرف انه اكون عضو من الاتحاد ويعني فرصه جميله والله. اول مشاركه لك يا محمد في الاتحاد؟ لا ثاني مشاركه. كيف المشاركه كانت؟ والله احسن من اول. احسن؟ محمد، حاسب نفسك في الغناء الشعبي وحاسب انه انت قادر تكون من ضمن اعضاء الاتحاد وتؤدي رساله فنيه جميله؟ ان شاء الله، وده المفروض يحصل لانه اشتغلنا كثير والفرقه صبرنا والخال ذاته تعب معنا، فان شاء الله حنكون ان شاء الله عضو. ان شاء الله. شنو اللي بتمناه محمد في مجال الفن انه يوصل له ونشوف اعمال جديده لاولاد الخال؟ شنو اللي عايزين يعملوها اولاد الخال في التغيير يعني؟ والله متمنى انه يعني نكون في احسن المحلات يعني، واسم الفرقه ذات يظهر من جديد لانه الفرقه كانت واقفه لها فتره، وهسه الحمد لله بقينا نجي الاتحاد هنا مرات عشان نجدد الشغل وغايته الحمد لله. محمد، اولاد الخال زي ما نحن تابعنا من خلال اطلالتك قدمت عدد من الاعمال الفنيه الشعبيه القديمه، عندكم اعمال ممكن تكون جديده او خاصه بفرقه اولاد الخال؟ عندنا ثلاثة أعمال لكن لسه ما نشرنا. 200 حتنشرهم؟ والله إن شاء الله بننشرهم بعد ما نشتغل فيهم كثير كده، لأنه الحاجة جديدة ولسه داير لها شغل كثير إن شاء الله. محمد، أنت شاب لسه صغير جدا وبداية مشوار جديدة وأكيد حطول بإذن الله تعالى، رسالة تقدمها لكل الشباب اللي حابين يبدوا في مجال الفن وهم حاليا هسه موجودين في الساحة لكن حابين ظهور أكبر. والله هو الفن رسالة وشغف برضه في نفس الوقت، فالزول اذا هو عنده شغف في الحياه دي فلازم يسعى لها، فدي الرساله غايته، والناس تسعى وتشد حيلها ان شاء الله وتصل للي عاوزاه. شكرا ان شاء الله، يديك العافيه. تسلم. بنتواصل مع كل الناس اللي بتتابعنا عبر شاشه الشروق الفضائيه في هذه الليله الجميله من ليالي اتحاد دار فن الغناء الشعبي بام درمان، ونحن سعداء جدا انه نكون مع الجمع الكريم الكبير جدا من الجمهور اللي موجودين الان، وسعادتنا بتكمل اكيد بمدير هذه الدار، حنتعرف عليه ونشوف شنو الموجود في الدار وشنو الجديد في الدار، لكن خلونا نطلع فاصل قصير ونرجع من بعده نواصل ليلتنا السهرة مع عدد من الفنانين الموجودين ومن الطرب الأصيل والمفاجآت القادمة بإذن الله تعالى لكل الناس اللي بتتابعنا وموجودة معنا الآن. اهلا بكم كل الناس اللي بتتابعنا من داخل الاتحاد والحريصه انها تكون متواجده معنا من هذه الامسيه الجميله الفنيه اللي مليانه طرب من داخل الاتحاد، ونحن سعيدين انه بما انه نحن في الدار وفي الاتحاد نلتقي بمدير الدار وابو الكل هنا الموجود ومسؤول من الدار وشقوف جدا على اعمال الدار استاذ ربيع. اهلا وسهلا بك وامسيه سعيده عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، شكر كل الشكر لقناة الشروق التي تزين اتحاد فن الغناء الشعبي، مرحب بكم وحبابكم معنا في دارنا. أهلا بك أستاذ ربيع، عايزين نتعرف على المناشط اللي بتقوم في الدار، هل هي أسبوعية كل سبت ولا عندكم مناشط كثيرة ثانية غنائية؟ والله عندنا مناشط ثانية غير المناشط الغنائية، عندنا المناشط الرياضية، عندنا
مناشط كثيرة يعني ما متعلقين بالغناء فقط، لكن عندنا مناشط ثانية تربوية وعندنا ثقافية وعندنا اجتماعية، وكل المناشط يعني أنا مزول منها ومشرف عليها، بتوكلني الإدارة واللجنة التنفيذية، بقوم بالإشراف على الدار والتجهيز بتاع الدار من إنارة وكله حتى تقوم يعني بالشكل المطلوب. نحن شايفين الشكل المطلوب هو شكل جميل جدا مرضي لكل الناس اللي بتتابع او بتجي الدار وبتكون حريصه انها تحضر الامسيات والمنتديات المختلفه. شنو الجديد اللي حابين تجددوه في الدار؟ والله يا اخي عندنا كثير يعني بنحب نجدده، فانا اول حاجه يعني بتمنى يعني من الجهات المسؤوله تقيف مع الاتحاد وتشوف المتطلبات بتاعته وتقوم بجانبنا، يعني حتى يعني الاتحاد يقوم بدوره على اكمل وجه ويكون يعني على يعني يكون واجهة مشرقة وكذا إن شاء الله. إن شاء الله نتمنى لكم ذلك إن شاء الله، وشاكرين لحضورك معنا الآن. رسالة أخيرة لمنو بتوجهها؟ والله يا أخي بوجهها للمسؤولين، ولأنه الاتحاد زي ما أنت شايفة يعني ما في بنواجه صعوبات مالية، والاتحاد ده السقايم بجهد ذات يعني ما في جهة دعمانا ولا وزارة الثقافة، يعني بتمنى انه يعني تلتف حولنا وتشوف المتطلبات بتاعنا، يعني ناسي المنتديات دي نحن بنقوم بها، يعني بنشتري الكراسي بندفع الكهرباء وبندفع المويه وما يعني ما 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 مادي المطلوب يعني، لكن بتمنى انه الجهات المزولة يعني تقيف معانا، وما عندنا اي جهة استثمارية ولا عندنا اي دخل ثاني غير الجهد الذاتي بتاعنا اللي انت شايفاه واللي قايمين به. شكرا، ده دور كبير ومجهود كبير منكم، لكن احنا نتمنى انه تحصل شراكات بينكم وبين جهات ثانيه عشان ما تقيموا الدار. شكرا لك. شكرا، شكرا جزيلا. نتواصل مع كل الناس اللي بتتابعنا من هذه السهره المميزه من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، ويتواصل الطرب الجميل، تابعونا. الفنان محمد بهذه المشاركه I'm
حبيبنا ماشي تروح وين يا حبيب الروح وين سايبنا ماشي تروح وين يا حبيب الروح وين سايبنا ماشي تروح وين يا حبيب الروح وين سايبنا ماشي تروح وين يا حبيب الروح جينا وجبنا لك أحسان جينا وجبنا لك أحسان رسالة عنا للعروس
أهل الكرم شبان الجعان في يوم العدم زينها Let's
كلي عشان افرح ويزول هذا العيد داير مين انتين كلي عشان افرح ويزول هذا العيد داير مين انتين كلي عشان افرح ويزول هذا العيد داير مين انتين سلام قل الزمان فرقنا والكون بقال ظلام يا حمام ملايكة أغريهم مني السلام قل الزمان فرقنا والكون بقال ظلام يا حمام ملايكة أغريهم مني السلام قل الزمان فرقنا والكون بقال ظلام يا
اهلا وسهلا بكل الناس اللي بتتابعنا عبر شاشه الشروق الفضائيه، ونحن نقضي ليله ساهره قضيناها من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بام درمان مع جميل الطرب الفنان الياس الذي امتعنا واطرب الجميع. الحضور الموجود معانا الان من الدار وايضا كمان اللي بيشاهدنا واللي بيتابعنا عبر شاشه الشروق الفضائيه، كنتم معانا وكانت اجمل امسياتنا. شكرا جميلا، شكرا كثيرا لهذا المحبه الكبيره ولهذا الفن الاصيل من داخل دار اتحاد الغناء الشعبي بأم درمان، وأغنية الختام مع الملك الياس. تصبحون على ألف خير. جالي الأرباب أبو فاطمة.